ذا بمراجعه، يقول هنا بعض الاشياء اللي انت تمرنت عليها في اليونت 3 ناقشها مع زميلك، اسماء الامكنه، الاهرامات العظيمه الكبيره، ايطاليا، كولورادو ريفر، نهر كولورادو، استخدام المضارع التام مع ايفر ونيفر واوريدي، هاي طبعا ناولناها، واستخدام المضارع البسيط للتحدث عن تايم تيبل، هاي الجدول الزمني، جدول المواعيد، اوكي، وتشيكينج اند كونفيرمينج فريم، تدقيق والتاكيد على المعلومات، هاي اللي جرت، يعني مراجعه للاشياء اللي جرت بهذا اليونت، ميكينج بلايت ريكوست، الطلب المؤدب، عمل تكوين الطلب المؤدب، والقول اين هي الاشياء، وين هي، والقول اين يعني ماذا انت قمت بعمل شيء معين، هاي استخدام بريزنت بيرفكت كونتينوس، اوكي.